السياق مثلا الاطارات العادات اطارات بين في الشوق تاعي بالنسبه للسياق هذا السياق بالضبط والسياق راه عارف شي واش هي كاذبه وغادي يكون المتابعه وانا نقول لك شي حاجه رغم ان كان يقول الاخ الامين عام انه سنتابع فقط بعض الاشخاص انا تنقولها من اليوم اي موقع الكتروني اي جريده من الجرائد اي وسائل الاعلام اي شخص اي كان انتماؤه السياسي اي هيئه كانت سياسيه او غير سياسيه اي شخص في المغرب يتهمني على يعني بوشاية مثل هذه سأقاضيه لأن كفى لأن ماشي بوحدي أنا عندي كذلك عائلة وعندي أطفال إذن كفى من كل هذا وأنا مصرة وباقي ما خديتش يعني المبادرة واش غادي نقاضي أو لا ولكن كان هناك أعوان قضائيون اللي عاينوا شاهدوا بمحاضر ما تم ورده في المواقع الإلكترونية بوثائق مزورة وهذا عيب وعار لأن هذا ليس في مستوى الصحفيين الصحافي المفروض أنه وبالخصوص على أن الوثيقة باينة أنها مزورة يعني واحد أي واحد يدخل إذا مات الناس يعيطوا لي تيقولوا هذاك الشيء مطوي راه باينة شي حاجة مطوية فيها الأورو شي حاجة مطوية باش داروا 2010 وعاد لصقوها بالاسم ديالي والمكان اللي كاينه فيها الشقه ديالي.